خلينا نتكلم، نبتدي بالاسئله. احنا ابتدينا حلقتنا بالاسئله، والاسئله انواع، اسئله جوه الاستوديو، اسئله بره الاستوديو، اسئله متوقعه واسئله غير متوقعه، يعني اسئله من المقرر او اسئله من خارج المقرر او من خارج المنهج. المذيع اللي معانا عمره ما بيسال اسئله من المنهج، والحقيقه انه عمره ما بيسالها جوه الاستوديو، طول الوقت يسالك سؤال غريب، يعني حتى وانت بتتفرج على المقطع على اليوتيوب تقول هو جاب السؤال ده منين، وتسال نفسك لو هو كان قابلني في الشارع وسالني السؤال ده كنت هعرف اجاوب زي الناس كده اللي هي بتجاوب. ناس بتجاوب بطريقه تلقائيه جدا، بس لما بيجمع اجابات الناس بيبقى شكلها مش بس كوميدي، بيبقى فيه يمكن يكون فيه حكمه كبيره بس احنا مش فاهمينها بس بنضحك. خلينا نتكلم على مذيع الشارع احمد رأفت، واحد من الشخصيات الاعلاميه او خريج اعلام، ابتدى شغله من 2011، وفي يوم من الايام برنامجنا لما كان بيختار احلى مقاطع على اليوتيوب كان المقاطع اللي هو بيعملها كانت من اجمل المقاطع واخدت اعلى تصويت، المشاهدات اللي بتبقى على المقاطع بتاعته عاليه جدا او كتيره جدا. هي المشكله مش بس في السؤال، طول الوقت لو احنا مكان الناس اللي بتتسال هنجاوب بطلاقه كده وبسرعه بديهه وبحس ساخر زيهم ولا لا؟ نفسك تكون اول مصري يعمل ايه؟ نفسي اكون اول مصري هو في حد طلع الفضاء قبل كده مصري؟ اطلع القمر. نفسي اول مصري يكون يعمل ايه؟ ممكن نطلع القمر لو اول مصري، بس اول مصري يقف هنا ويقول نفسي اطلع القمر. اه لا كانوا بيقفوا هنا عشان ابقى شاب جامد جدا وروش قوي اعمل ايه؟ بص، هو في حاجات كتير. اول حاجه اعجب البنات، روحي فين؟ شعري يعني؟ أفس البنطلون، كل حاجة. في حاجة تانية بتقفز البنطلون؟ أفس التيشيرت، خليه كده عشان يبين السكس باكس. إيه؟ السكس باكس. هو السكس باكس هنا؟ دي واحدة منهم. أصلاً؟ وزك بكرش؟ ده الراجل من غير كرش ما يساش قرش. خايفة. أنت خايفة صح؟ لا لا، بس ساعات بيبقى حلو وساعات بيبقى أوفر قوي بصراحة يعني. طب ده إيه؟ يعني حلو في وسط. اصحاب السوق علموني، اصدقاء السوق علموني البجاحه، الزوغان من المحاضرات، الرخامه، قله الادب، كتيره. انا هشردك عشان ابوك يشوفها. تحوير، اكنسل محاضرات، شتيمه. قول لحضرتك ليه الجو حر في مصر بقاله كام سنه كده؟ هو عامه هو الجو حر بقاله كام سنه لان جو مصر معتدل صيفا وشتاء، يعني هو شديد الحراره صيفا وشديد البروده شتاء، فعادي يعني. مين بقى المعلومة؟ أنا السيدة. السيدة؟ لو احنا هنعمل أولمبياد سنة 2020 في مصر هتعملها فين؟ هتعملها فين؟ هنا عندنا في نادي زينو. نادي زينو؟ نقول نادي يعني أولمبياد نادي زينو 2020؟ شيرين قالت عمرو دياب هضبة وهي هرم، أنت مين؟ أنا أحمد حمدي. لقبت إن هو إيه؟ هرم. هضبة، هو هضبة. أيوه. وهي هرم. وهي هرم. الله بإذن الله. أنا اللي بنيتهم. يا ابن اللعيبة. شيرين قالت على عمرو انه هضبة وهي هرم، انت مين؟ انا بتقطع من جوايا ونسيت عمرو الفرح. شيرين قالت ان عمرو دياب هضبة وهي هرم، انت مين؟ انا اللي ضاع من عمرو السنين. تن 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 تن. لا انت مين بقى على وزن الهضبة والهرم؟ انسان. الله على العمق. الله. سقف لنفسك يا استاذ. اسمك ايه؟ سعيد مني. سقف لنفسك يا استاذ سعيد. ايه مواصفات فتاة احلامك؟ ده اطلع لعيب كورة بس. في بنات جابوا لك هدايا قبل كده؟ اه. طب عملت ايه بقى في الهدايا دي؟ مفيش، بس هي جابت لي سبحه وانا بصراحه ما بتصليش. مش قوي يعني. مش قوي؟ اه. اه تمام. يعني عملت ايه بقى بالسبحه؟ في البيت والله. حتى امي خدتها مني وبعد كده قلت لها لا دي جايه لي هديه وبتاع. قالت لي يا ابني حرام عليك دي انت رميها في الدرج وقعدت تحاور بقى وكده، فقلت لها لا خلاص هاتي بقى السبحه، وبعد كده خدتها تاني ومش لاقيها لحد دلوقتي. يمكن يعني بتسبح عليها. لا 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 لا، ما بتسبحش وما بتسبحش. امك بتعمل بتتحاسبن. ممكن تبقى